مساء الخير عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ طيب خلونا بس احنا طالعين النهارده انا واكرام وزينب عشان نتكلم في حاجه مهمه جدا، كان لازم نطلع ونتكلم فيها ونعرفها لكم. تمام، اكيد شفتوا الكام يوم اللي فاتوا واللي حصل فيهم ان ناس كتير انفلونسر عاملين يطلعوا على الانستجرام، عاملين ينزلوا ستوري لاكرامي والف سلام عليك، ربنا يقومك بالسلامه، وكومنتات كتير زي كده لاكرامي وانتوا مش فاهمين ايه اللي حصل او في ايه او اكرامي ماله، وناس كتير عماله تبعت لي على الانستجرام اكرامي ماله، تبعت لاكرامي اكرامي ماله، تبعت لزينب، تبعت لنا كلنا عامه اصحاب اكرامي اكرامي ماله، عايزين تعرفوا ماله. طيب اللي حصل يا جماعه ان من يومين اكرامي كان قاعد عادي خالص، مفيش اي حاجه تماما، فجاه وقع، حرفيا وقع، دخل في غيبوبه لمده كام ساعه، بعدين بعد ما فاق والحمد لله اللي هم لحقوه بكام حقنه كده، الحقن دي حرفيا لو ما كانش خدها كان حصل حاجات تانية، بس هو الحمد لله دلوقتي اكرامي بقى كويس اكتر، وهو يشرح لكم ايه اللي حصل معاه والموضوع وصل معاه لحد فين، واليوم الاول حصل ايه واليوم التاني وبعد كده حصل ايه وهو حالته ايه دلوقتي. انا اول حاجة اقول الحمد لله وانا كويس، وهو كل موضوع اني افكر كتير في الشغل ومشا، يعني شغل عندي انا ما كنتش اتكلم واقول لحد حاجة، بس يعني كل الناس اطمن عليا وانا احسن دلوقتي، يعني انا دلوقتي اتكلم عارف ان هو ربنا يومه اتنين وحسن، لكن انا احسن، يعني احسن من ساعة ما حصل. هو تفكير كتير، انت فكر في شغل، فكر في مشاكل عندك، فكر في حاجات كتير، ده كله في وقت مش صح، يعني ده كله في وقت ده مش صح، مش صح، لانك يعني انت كل ده جواك خزن وده مش صح. صح ان انت في حاجة ارمي، يعني هو فكرش مشكلة إكرامي أو الفكرة إن هو الغلط أو اللي وصله للمرحلة دي إن هو كل حاجة بياخدها على أعصابه، بيفكر فيها وبيتضايق جدا ودايما يفكر في الموضوع، يفكر في الموضوع، يعني من الآخر أي حد عنده مشاكل أو في حاجة مضايقاه يخرج يروح في أي حتة يتجنب المشاكل. يعني مثلا أنا في بيني وبين حد مشاكل وبنحاول نحلها، وأنا لقيت نفسي خلاص أعصابي يعني وصلت بطريقة يعني انا مش قادرة اسيطر على نفسي، فانا همشي مش هتناقش مع الشخص ده لحد ما اعصابي تهدى، وبعدين ممكن نقعد نتناقش تاني. والصح ان يعني ما ناخدش كل حاجة على نفسنا كده او على قلبنا قوي او على اعصابنا او نضغط على اعصابنا او جوانا، فيعني زي دايما زي ما انتوا بتشوفوا كده ان الواحد بيطلع وهو بيطلع وبيعمل فيديوهات ومبسوط وكده والحمد لله، بس في حاجات كتير قوي 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 ما بتبانش قدام الناس. هو الفكرة كمان ان هو يعني ما كانش عايز يعرف حد، حتى احنا شخصيا ما كناش عارفين ان هو تعبان، ولكن بقى بنسأل عليه والناس لما طلعت وعملت ستوري وفجأة ده عرف وده عرف واحنا عرفنا، فحبينا يعني نعرف الناس كمان عشان في ناس كتير قوي دخلت على الانستجرام زي ما احمد قال. يعني بصوا من الاخر يا جماعة، اكرامي بيطلع لكم كل يوم بتشوفوه هو بيضحك وبيهزر، وفي الستوري عنده عمال يهزر وبيضحك وبيطلع لايفات وبيهزر وبيضحك وبيعمل فيديوهات ومقالب وتحديات وبيطلع قدامكم وبيتنطط قدام الكاميرا وبيتشقلب وبيعمل كل حاجه قدام الكاميرا، وانتم بتتفرجوا وبتشوفوا وبتبقوا مبسوطين. فبرضه لما تبقى في حاجه وحشه في حياته لازم تعرفوا برضه، عشان يعني انتوا فاكرين ان الواحد هي حياته كلها حلوه، كل حاجه في حياته حلوه مفيش مشاكل، لا يا جماعه احنا بنطلع قدام الكاميرا حاجه، بعد ما بنقفل الكاميرا بيبقى عندنا مشاكل، عندنا ضغوطات، عندنا حياة تانية بنعيشها، مش حياتنا دي اللي قدام الكاميرا. قدام الكاميرا دي الحاجة اللي احنا بنحاول نبينها لكم اللي هي الحاجة الحلوة، انما في حاجات كتير وحشة وحاجات كتير سلبية في حياتنا وحاجات كتير احنا خلاص يعني ضغوطات احنا مش قادرين نتحملها، بس بنطلع قدامكم بشكل تاني. بس اكرامي طالع النهاردة عشان يعرفكوا ان دي يعني دي مش حياة الواحد اللي انتوا شايفينها، دي مش حياة الواحد. انا عايز اقول للناس كله يسأل عني انا كويس،
انا كنتش احب انتوا تشوفوني كده، بس احمد زي وقال ان انت شوفني وانا اضحك، لازم شوفني وانا تعبان. وتاني حاجة ان ناس كتير تطمن، وانا مش اقول لحد انا اشيل هم، لا طبعا، بس هو عشان انتوا حبوني وانا اتكلم معاكو، فبقول لكم ما حدش يفكر حاجة يضايقه، وهو اي حد زعلان يرمي درك، عشان فعلا يعني هحس بعذاب وهحس بكل حاجة. وهات بس انت لاقي نفسك تعبان، أثر على صحابك، أثر على بيت عندك، أهلك، كل الناس يقلق. وأنا أقول أحمد وزينب وخالي، كل الناس وإسراء، كل أمي، كله، أنا مبسوط إن يوم كله جنبي وما حدش سابني. وإحنا مبسوط إن أحمد اتكلم معايا. أنا زمان أقول لكل الناس إن أحمد وزينب هما اخواتي وكل حاجة مع بعض، عشان كده أنا أحب أقول لأي حد ليه طول عمري أنا أكمل مع أحمد وزينب، وليه كلنا مع بعض، عشان فعلا هما دول صحاب، يعني دول اخوات. اللي هو وقت أنت مخنوق تعالى سيب الدنيا كله، وأحمد خدني وسافر. بص يا وانت جماعه، كمان زي اخونا اكيد هو في طبعا، حاجه بس عايزين العيلة. نوضحها، واحنا يا جماعه مش بيطلع لكم ان احنا اصحاب قدام الكاميرا، تمام؟ احنا قدام الكاميرا حاجه وبره الكاميرا حاجه تانية. يعني انا واكرامي تقريبا بقالنا اكتر من سنه ما بنطلعش مع بعض، ولا بنعمل فيديوهات مع بعض، ولا بنظهر مع بعض تماما. هل انا واكرامي طول السنه ديت ما بنشوفش بعض؟ احنا كل يومين ثلاثه بنتقابل، كل يومين ثلاثه بنسهر مع بعض، كل يومين ثلاثه بنقعد نلعب مع بعض. في حياتنا قدام الكاميرا دي حاجه، وحياتنا بره الكاميرا حاجه. وعلى فكره ان اكرامي مش طالع النهارده من نفسه، انا اللي صممت عليه ان هو يطلع النهارده ويعمل الفيديو ده، تمام؟ اكرامي لما حصل ده من اكتر الحاجات اللي انا عرفتها في حياتي وضايقتني ووجعتني. يعني انا اول ما عرفت ان اكرامي تعب، انا اقسم بالله كمان مره والله العظيم ثلاثه، انا كنت مروح البيت ما عرفتش انام. لا انا قلت لازم اشوفه، لازم يفك شويه. لما يعني عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي احنا مش في القاهره، تمام؟ احنا مسافرين نفك شويه، وفي نفس الوقت احنا مسافرين. انا اللي اقترحت على اكرامي، قلت له لا بص يا اكرامي، ناس بتشوفك في الحاجات الحلوه، لازم تشوفك كمان في الحاجات الوحشه، ولازم تعرف كل حاجه. وفي نفس الوقت اكرامي ظهر في الفيديو عندي. يعني انتوا في ناس بتتفرج علينا دلوقتي اكيد شافت الفيديو التاني اللي انا منزله، وشافت ان اكرامي ظهر في الفيديو عندي وهو كان مسافر معانا، وشافت حالته عامله ازاي. فاكيد لو احنا ما عملناش فيديو زي ده، انتوا هتفضلوا تسالوا طب هو ماله اكرام، ماله اكرام، انتوا ازاي ما تطلعوش تقولوا هو ماله، هتبقوا عايزين تطمنوا عليه. فعلا عشان ما نشغلش تفكيركم كتير، اكرام طلع وقال لكم على حالته اللي هو فيها في الوقت الحالي. ان شاء الله الفتره الجايه اكرام يرجع احسن من الاول. الموضوع دوت ان شاء الله باذن واحد احد، هو مش هيطول، ان شاء الله بالكتير يومين ثلاثة اسبوع واكرامي هيرجع احسن من الاول، وهتلاقوه طالع بيتشقلب قدام الكاميرا. انت هتعمل ايه يا اكرامي؟ يعني انت كمان يومين كده هتخف وهتعمل ايه؟ هرجع تاني وإن شاء الله كويس. لا ده بص، هيرجع تاني. انت هترجع تاني عادي ولا ترجع تاني تعمل مقالب في اسراء؟ لا إسراء أنا هريها. هيهريها مقالب. ده هم اصلا الفترة الأخيرة كانوا عاملين تحدي بينهم وبين بعض كده، ان ايه، ان دي تعمل مقلب فيه، يروحوا ورد عليها بمقلب اقوى منها، وكانوا نافخين بعض، تمام؟ فيا اسراء، يا اسراء، حاولي اليومين دول تستمتعي بوقتك، تمام؟ وحاولي ان اكرامي مش موجود، عشان اكرامي عندما يعود الاسد من الاخر، تمام، هيفشخ الدنيا، تمام؟ اكرامي يا جماعه فعلا ان شاء الله يومين ثلاثه هيرجع كويس، وهتلاقوه رجع عمل لكم فيديوهات تانية حلوه زي ما انتم ما بتحبوها، وهيبص هيدمر الدنيا حرفيا. انا كويس الحمد لله قوي، الحمد لله. واهلي وكل حد اطمن عليا، انا الحمد لله بخير. وده زي انا اقول مشاكل شغل، كل حد في الشغل في مشاكل،
وانا عشان من نوع افكر وكتير، فالحمد لله هو ربنا يعني يحبني. بص يا جماعة، فعلا يعني هو ده حب من عند ربنا على فكرة. يعني الحياة اللي بتبقى زي كده دي بتبقى حب من عند ربنا، إن ربنا مثلا بيبتليك بحاجة عشان يشوفك أنت صبور بيها وراضي بده ولا لأ، وإكرامي من أول لحظة، من أول ما تعب هو راضي بده وقال الحمد لله وما عندوش أي اعتراض، وإن شاء الله بإذن واحد أحد ده اختبار من ربنا، ويومين تلاتة إكرامه هيبقى أحسن من الأول بمليون مرة. انا كل اللي احنا طالبينه منكم كمان، لو حد فعلا حصل له حاجه زي كده قبل كده، هو يعني عشان اوصف لكم بس اللي فيه اكرامي دلوقتي. اللي حصل لاكرامي ان هو من يومين وقع، قعد كام ساعه غيبوبه، ف بعد كده حصل ايه؟ هو الحمد لله عندي قريبي دكتور وقع، هو لحق، هو عصب وانا عصاب وضغط. يعني هو الحمد لله ان فعلا هو عصابه قريبه دكتور ولحقه واداله كام حقنه، دول اللي فوقه اكرامي. عصابه ده ضغط تفكير وضغط عالي، ده مش صح. بس فانتوا محدش يشغل دماغه معاه باي حاجه تماما. لو اي حاجه مشكله حصلت في حياتك سيبك منها، ركز بس في حياتك وفي طريقك اللي انت ماشي فيه، ما تفكرش في اي حاجه تاني. الحاجات اللي بتتعبك ابعد عنها، ايه ده، يعني ما ايه ده تفكرش فيها. للناس؟ يعني ادعوا الناس ربنا يكرمهم. واهم حاجه انا عايزكم بس تكتبوا في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، تقولوا لو حد حصل معاه حاجه زي كده قبل كده، او حد في الحاله اللي فيها اكرامي، يكتب في الكومنتات تقول ايه اللي حصل بعد كده. وفي نفس الوقت يا جماعه محتاجين دعواتكم، دعوات كتيره جدا. يعني ادعوا الاكرامي، ادعوا الاكرامي على قد ما تقدروا، وانتوا بتصلوا وانتوا بتعملوا اي حاجه في حياتكم ادعوا له، وانتوا بتشوفوا الفيديو ده وتدعوا له، عشان يعني ربنا بيستجيب. والله ربنا بيستجيب من الدعوات، احنا بندعي وانتوا كلكم بتدعوا، وان شاء الله اكرامي هيرجع احسن من الاول مليون مره. وانت عايز تقول لهم ايه في الاخر بقى عشان تنهي معاهم؟ اخر عايز اقول للناس انا بحب احمد جدا، انا بحبه اكتر. ماشي والله، والحمد لله انا كده كويس. طيب انت بتنهي الفيديو بتاعك ازاي؟ انا في الفيديو بتاعي بقول سلام، انت بتنهي الفيديو ازاي؟ سلام. دي النهايه بتاعتك بعد كده. طيب يا جماعه اكرامي ان شاء الله يخف، وهيبقى النهايه بتاعت الفيديو بتاعنا ويخلص فيديو بعد كده اللي هي النهايه بتاعت اللي هي سلام. فهننهي الفيديو دوت مع بعضينا زي ما بننهيه في الفيديو عندنا. بننهيه ازاي؟ يلا، واحد اتنين تلاته، سلام. يلا سلام يا جماعه.